مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار، وادي اللي كان. مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخرب بلادنا ماهوش في ايدنا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخرب بلادنا ماهوش في ايدنا، قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها بقى لوم عليا. اهو ده اللي صار، وادي اللي كان. مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. مصري يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب. مصري يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب. خلي بالك من الحبايب، دول أنصار القضية. اهو أهو ده ده اللي صار، وادي اللي كان. مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. الله الله، بداية رائعة، أصوات طربية جميلة جدا من المشاركين الأساسيين في دار الأوبرا المصرية وفي الحفلات اللي بتعملها الأوبرا المصرية. أرحب بالفنانين نجوم المستقبل شروق إبراهيم ومصطفى ياسين، أهلا بيكم ومنورين 8 الصبح. أهلا أهلا بيكي، بحضرتك. إيه صباح الجمال ده الخير. بقى؟ احكولي بدايات اكتشاف الأصوات الذهبية دي. شروق، إمتى عرفتي إن صوتك حلو؟ من وأنا صغيرة خالص، كان في المدرسة في حفلات وإذاعات مدرسية وكده، ما كنتش أعرف وقتها إن أنا بغني، بس كان حاصل ظرف كده إن في بنوتة غابت، وأنا يعني كانوا بقى بيدوروا على تعالي حد الحقي تاني. الموقف فلحقتي. فأنا قلت لهم أنا حافظة الأغنية اللي هي هتقولها دي. بعدها لما طلعت أغني، كله بقى اكتشف إن أنا عندي موهبة، إن أنا بعرف أغني وصوت حلو. وكان ده وقتها صغيرة جدا، كنت يعني كام سنة تفتكري؟ كنت تقريبا حوالي 7 سنين مثلا. كنت صغيرة قوي. وابتديتي تاخدي بالك من الموهبة دي وانتي بتكبري، ولا ركنتيها بالعكس، انا ولما كبرتي بقى رجعت لها؟ اهتميت بيها جدا، وخاصة ان مامتي كانت طول الوقت بتحفظني في الاغاني، وكانت هي حاسة ان انا فيها حاجة اصلا. وبعد كده مع الوقت بقى هي بدأت يعني تسمعني الطرب الاصيل والحاجات دي كلها. ولما كبرت بقى بدأت احترف الموضوع اكتر، شاركت بقى في حفلات في الاوبرا، انضميت لمركز تنمية المواهب، شاركت في حفلات كتير واخدت اكسبيرينس يعني في الموضوع. جميل جميل. ومصطفى بقى من كام سنة؟ برضو 7. والعمر الصغير ده عشان حد يكتشفه بيبقى الموضوع صدفة. لازم دي مين بقى حقيقة اللي اكتشف؟ والله. هي القصة برضو كانت في المدرسة، وكنت الأول أنا كنت بنشد، يعني كنت أناشيد دينية بقى، والموضوع كان وانت ديني في شوية المدرسة طفل كنت وأنا بتنشد؟ صغنون. وبعد كده الموضوع بقى تطور، ان الموضوع لا دخلنا بقى في سكة ان انا لا انت لازم تغني، طب جرب تقول الاغنية دي، طب جرب تسمع الاستاذ محمد عبد الوهاب، جرب تغني الغنوة دي. فمن هنا بدأت بقى اتجه الاتجاه ده، واشتركت بقى في حفلات في المدرسة، اخدت جوائز مراكز الحمد لله اولى متقدمة يعني كمان، لحد ما دخلت الجامعة. برضو دخلت بند الجامعة وبدأت يعني اتطور في الموضوع اكتر، بدات ادرس. الحقيقه انا ما درستش اكاديمي، يعني انا مش ما دخلتش دراسه اكاديميه، كله اجتهاد ذاتي ودراسات حره. بس الاوبرا اكيد وجودك فيها اثقل الموهبه بشكل كبير. اكيد طبعا، طب ده ما شيء تعالوا اساسي نسمع. طبعا طبعا. طب انت سمعنا بقى حاجه. طيب ممكن نقول حاجه للاستاذ كريم محمود.
يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليلي عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة يرضيكوا الحلوة يسيبني للنار اللي بتدوبني يرضيكوا الحلوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحلوة ايه قصده الحلوة بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحلوة بتهل الروايح منه وبيتقال علينك منه بتهل الروايح منه وبيتقل علينك منه متأكد وعارف إنه أمورة وحلوة. الله عليك يا مصطفى. شكرا. يعني اختيارك كمان للأغنية جميل قوي بصراحة يعني. طيب شروق يلا نسمع حاجة. أنا بحب شادية قوي فهغني حبيبي. كلنا بنحب شادية قوي. يلا نسمع شادية. حبينا بعدنا وبحنا بسرنا حبينا بعدنا وبحنا بسرنا عقبالكو زينا ونبقى كلنا في الهوى سوا بصت له قلت له من غير ما اكلمه وشكت له بحت له وقلوبنا سلمه بصت له قلت له من غير ما اكلمه وشكت له بحت له وقلوبنا سلمه ودارينا حبنا لحد ما فضينا اترينا كلنا في الهوى سوا حبينا بعدنا وبحنا بسرنا عقبالكو زينا ونبقى كلنا في الهوى سوا يا دنيا والنبي سحراني ضحكتك بس وعي تغضبي وتداري بهجتك يا دنيا والنبي سحراني ضحكتك بس وعي تغضبي وتداري بهجتك وخلي اللي هنا يحبوا زينا ونبقى كلنا في الهوى سوا حبينا بعدنا وبحنا بسرنا عقبالكو زينا ونبقى كلنا في الهوى سوا. بتحبي مين بقى غير شادية؟ بتسمعي مين؟ بحب فيروز، بحب الأستاذة شريفة فاضل، بحب برضو بانو بانو قوي لسعاد حسني، بحب سيد درويش. يعني عادة كل واحد بيبقى صوته حلو بيشوف الأصوات من النجوم الكبار اللي قريب من صوته ويبتدي يغني أغانيهم. انت بتعملي كده ولا بتخوضي تحدي انك تغني لاصوات بعيده شويه عن طبقه صوتك؟ في الاول قبل يعني ما اتجه بقى لطريق الاحتراف وكده كنت دايما بختار القريبين مني، يعني مش عايزه مش هنجازف مش عايزه اجازف بحاجه بعيد او مش لوني يعني. بس حاليا بحاول بقى زي ما اكون استكفيت من الاغاني اللي شبهي
فبحاول ادخل اكتر بقى في الحاجات المختلفه عني علشان اكتشف حاجات فيا انا ما اعرفهاش. زي مين يعني؟ زي مين قلتي ده الصوت ده بعيد عني ولو غنيت ليها بقى بتحدى نفسي؟ الاستاذه شريفه فاضل، يعني انا لون وهي ممكن تكون لون تاني، بس لما غنيتها بطريقتي حبيتها قوي. طب مصطفى، فاكر اول مره وقفت على مسرح بقى وغنيت؟ طبعا قدام جمهور كبير. انا في كان في ده موقف طريف جدا ما اقدرش انساه. احكيلنا. كان في الجامعه، كان اول حفله ليا، وما كانش حد مقتنع بالغنوه اللي انا كنت هغنيها، وهي غنوه عناب اللي انا لسه مغنيها. فلا، اصريت ان انا اخش بصدري بقى وبقلب جامد وخلاص، انا ضن وهخلص بقى. وساعتها قال لك لازم تلبس فورمال. فطبعا انا ما كانش عندي لبس فورمال، ما كانش عندي بدله. فلبست بدله والدي، وطبعا كانت كبيره عليا جدا، والموضوع كان مضحك، بس يعني كنت مغمض عيني وخايف. ازاي تعمل كده في الحفله؟ حد خد باله يعني ولا الموضوع عدى على خير؟ هو عدى على خير يعني بالنسبه للناس، وناس خدت بالها واتريقت بقى طب والاغنيه عجبتهم؟ جدا الحمد لله. والحمد لله تصنفت كان انا من المطربين الاوائل في الجامعه كمان، جامعه القاهره. ما شاء الله. وسافرت مع المنتخب، شاركت في ابداع، وشاركت في مسابقات كتير الحمد لله. بس جبت بدله بعد كده بقى في المشاركات اللي بعد كده، جبت بدله. اشتريت، بس ما زلت بلبس بدله والدي برضه. ليها فضل برضه عليك اول حفله. طب تعالى نسمع حاجه. ممكن نسمع لايه طيب؟ لمين؟ اللي انت عايزه. تحب تسمعنا لمين؟ ممكن نسمع انت الزمان. سمعنا انت الزمان. انت الزمان، اسمح يا جميل. انت الزمان، اسمح يا جميل، واسهر معاك على شط النيل. الجو كله سكون، والورد مال عالغصون. الجو كل سكون، والورد مال عالغصون، والقمر طالع علينا، والعزول غاب عن عينينا. ده القمر طالع علينا، والعزول غاب عن عينينا، وانا والجميل قاعدين سوا، قاعدين سوا، قاعدين سوا على شط النيل. شروق، محضره لنا ايه؟ انت قلتي بتحبي فيروز؟ وبانو بانو وسعاد حسني. الله. طب هتسمعينا فيروز ولا سعاد حسني؟ زي ما انتوا حابين. طب هتسمعينا ايه الفيروز؟ مختاره ايه الفيروز؟ سالوني الناس. طب نسمع فيروز. طيب. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب واخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي. لا اول مره ما بينكن سوا، سالوني الناس عنك سالوني، قلت لهم راجع اوعوا تلوموني. سالوني الناس عنك سالوني، قلت لهم راجع اوعوا تلوموني. وغمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى وبكاني الهوى. لا اول مره ما بينكن سوا،
انتوا رائعين والله. ميرسي. ما شاء الله شروق فيكي مقاومات النجمة. ميرسي. الشكل والأداء والصوت وكل حاجة. خطيتي أي خطوات في الاتجاه النجومية؟ يعني عملتي أغاني ليكي لوحدك مثلا؟ بطمح طبعا، نفسي جدا وبسعى لده، بس لسه ما لقيتش الكلام اللي أحبه واللحن اللي أحبه، لسه بحث جاري يعني. انتوا بقالكم كام سنة في الأوبرا؟ يعني بتعملوا حفلات في الأوبرا؟ أنا بقالي 4 سنين. بقالي 4 سنين حفلات كلها في الأوبرا. ومصطفى؟ أنا بقالي 8 سنين. ما شاء الله. 8 الحمد لله يعني. لا ان شاء الله يعني تبقوا بجد نجوم المستقبل، لانه اصوات جميله جدا، مقومات النجوميه كلها موجوده ما شاء الله فيكم. احنا فاضل لنا 2 دقيقة فعايزين نسمع بقى. مصطفى سمعنا حاجه في دقيقه وشروق في دقيقه، ايه رايك؟ طيب يلا. ماشي، ممكن اقول لو مجهزين حاجه دويتو مع بعض يا ريت. ما هو لا يعني اقول خلاص الدويتو. قلتوا الدويتو، طب اي حاجه تانيه نغنيها دويتو مش مشكله. نقول بينه وبينه. لا عايزين نختم بحاجة مفرفشة. طيب كده حاجة مفرفشة. ايه رأيكم يحلوا صبح مثلا؟ كان مصطفى محضرها وتغنوها سوا. ممكن يحلوا صبح او ممكن 3 سلامات. ماشي اللي انتوا عايزينه. إيه 3 سلامات؟ 3 سلامات معاكي. تمام. اقول لك اطلع من دي خش على دي. طيب. يعني دي في دي. ايه رأيك؟ 3 سلامات حافظة حلو صبح طبعا. بس برضو يعني مذهب حتى. ماشي. طب يلا 3 سلامات عشان انتوا خلصتوا دقيقة من الدقيقتين. يلا 3 سلامات. 3 سلامات يا وحشني، 3 ايام 3 سلامات يا وحشني، 3 ايام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعدك يا جميل طول وده أول بعد بيطول. 3 ايام يا روح قلبي، هو أنا بين حسود وعزول. يقاسوني عليك مأساة، يناسوني هواك منسى، يقاسوني عليك مأساة، يناسوني هواك منسى. ويا مال الدنيا في عيني، 3 سلامات وشوية، 3 سلامات.